منصة الخير العلمية، منصة إلكترونية علمية تهتم بالتعليم وتطوير القدرات والكفاءات، وتستهدف شرائح المجتمع كافة علمياً ومعرفياً ومهارياً. أهداف المنصة: تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من خدمة دينهم ومجتمعاتهم، ترشيد الفكر المعاصر والإسهام في صناعة الأجيال على وفق منهج مستوحى من الكتاب والسنة، إيصال العلوم المتنوعة إلى الراغبين فيها في أنحاء العالم بأفضل الوسائل والتقنيات الحديثة، حلقة وصل بين العلماء المتخصصين والمستفيدين من المنصة، دعم الطموحات الشابة لخدمة المجتمع عبر إيجاد قنوات الحوار وتبادل الأفكار وتطويرها، تحفيز الخبراء في المجالات كافة لإثراء المحتوى التعليمي على الشبكة العنكبوتية والإفادة من خبراتهم وتجاربهم ومعارفهم. ميزات المنصة: تشتمل على ما يأتي: مناهج أكاديمية مقروءة ومرئية متميزة، كفاءات علمية ومهارية متخصصة، إجازات علمية وإسناد، أرشيف معرفي وإثرائي مع تيسير الوصول إليه والإفادة منه، أساليب تقويم وقياس متنوعة.